قم قم معاذا قم ود ود قم انا ما تقوم حلف 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 ابكيك ابكيك ايش بس ايش اخسف 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 عيون نبات انت بس نبي لنا زباله بس اذا صار عندنا زباله خلاص لا اله الا الله والله يسوي ابو هادي القهوة ويني القهوة معي انا ها اسد سياف انا بس انت قهوتكم شو اسمه يا زينه يا زين قهوتك ما تقهويت انا والله ليه ما عندك كل ساعه وانا دي وليه ما يسال عنه واشيل همه وانا يخور راسي لصوته وطاريه واحاول اعيده براسي ولمه عطره بمسباحي شريده بوقيه ما غير اشيله في يميني واشمه ماني متولع لكم ميت فيه في ذمتي ذمه وذمه وذمه لو نحب السم وتمد يديه علي الحرام اني تقهويت سمه هذا مجنني غلاه وتغليه شوف الدموع من ازرق الدمع شوف العيون من ازرق الدمع جمه من كثر ما اسال عنه واتبخ خطاويك اني غير مله وطلاب دمه من قبل يولد ليتني عارف بيه او اني اكبر من كذا واعرف امه عشان لا من قيل لي وش نسميه اقول له هم المولع وغمه يا سلام ليه من ده كل ساعه وانا دي وليه ما نشد عنه واشيل همه اللي انا دعا علي قلت لبيه ولبى البلاد اللي تراها طمه يا سلام حمد صالح على سنيد المري ويوم قال لي بيه وانا داري حمد صالح على سنيد يا الله شاعر مبدع يا ريجي بس هالسؤال يا الربع سم سم الله عدوك وش الحاجه اللي برطم بالحجاج الطحوق لا الحاجه اللي تحتاجها من 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 مشروع من فكره مشروع من فكره حاجه مثلا الحين انا بيلي توصيلها متنقله اوكي فهمت ما احتاج الكهرباء اشحنها متى ما بغيت شبكت على تلفزيون سوني يعني تكون مشحونه جاهزه مثلا هذه فكره احد مشاريع فكره ما صارت مع باص طيب فكره لا موجوده ترى إيه؟ اعطوني افكار تشوفونها مهمه في المجتمع حلو للامانه نطول ذي كل سهله شوف لها الحين ترى كل شيء موجود كل شيء كل الافكار اللي قبل نقول انها صعبه التوصيله متنقله ما في في شحن متنقل الا في وش فيها الحين تجي مكاين ذي في تحصل في موتور هواء وفي شاحن ابي توصيله يا ولد حطها مخباي يشغل كل شيء توصيله موتور حطها مخباي تحصل حطها مخباي قصدك طيب ولا بشنطه صغيره ما عندي مشكله عشان تشغل الموتور شغل بمقيس الموتور كبير مو موتور كبير مو بكبير كبير ثلاث سبره لا تسبر لا تسبر لاني قلت سبي اسمع يعني ايش تبي تشغل به اللي معك التوصيله هذه قم دور قهوتك الله يعطيك الزين قم شوف عند الاعداد الحين اجيب عندكم تضيعونها قهوه عزيز وين هي؟ ضيعتوها دوروها وجيبوها عبد الله عبد الله الله ياخذ عمر عزيز روح دور لنا قهوه عزيز وين هي؟ اجيب قهوه تضيعونها لا لا جاب جاب كيس ثاني عبود عطنا تفريحات عطنا تفريحات في مخابيك دس تحت شرفك من ذا؟ ماجد انت شيخ مقوار ما يحتاج بس لعيون المغاوير ايه لعيون المغاوير ما يقدر يردهم ما يقدر يبكي كذا المغاوير عرفنا شفرته بيض الله وجهه شوف المغوار اللي ضحي مع المقاوير شنو تبغى؟ نبي نبي كل شيء قهوة عزيز قهوة عزيز يقوم يجيب انا اجيب مفرحات ايه خادم مفرحات راح ادور بمنتج لعيون الدواهي لعيون الدواهي الله يعين لعيون الدواهي اوكي عند ابو دوار دوار ترد جبت لك القهوه جيبها ضيعها ترد الراهبات الراهبات جمهورك شوف ما اسمع ابو بنتي جيبها على فوق منو هذا شنو جيب ارفع صوتك لعيون المقاوير لعيون المقاوير شنو تبي ما اسمعت اكيد بالله صدق شنو تبي ها ما افهم سؤال شنو قلنا لنا كبار المجتمع وشافوا انفسهم شنو تبي ترى والله عادي مو اعلان والله ان قمت عليكم ما تسوى والله ما تقدمكم يا عيال والله انقمت انها ما تسوى عليكم لكن الاعتراف انا اذا صرت محترم دائما المحترم مضطهد لا يا اخوان خذها قاعده والله خدمناكم اكثر من مره لا تنسوا رب البيت ما هو بخدمه هنا خدمه في شيء اكبر احنا في شيء كبير انا وحمد حمد ما يحتاج واضح وش خدمت ولا في شيء كبير ما تدري لا يمكن في غيابك تبع هذا اللي العجائز الحرش امهات علينا قم 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 والله ما بعزك والله والله زبنا والله زبنا بس شيبان بس حنا شوف قلها الله عجايز قصدك شيبان اي شيبان شيبان يحرشنا الابهات الامات علينا اللي ولدك راح منا ولد هم ولدك ما صلى في الصف الاول طيب ايش دخلك مسحها في وجه حنا ايش نسوي لازم عاد
يلا يا عبد الله يا ابوي يلا تفاريح عيون المغاوير كمل احد يقول المغاوير ترى قلبه طيب بيض الله وجهك راح كنك سبوسه راح ما قال شيء ما قال شيء حسب العوايد شنو ما عندك تجيب شنو يا عزيز هذا مطيري اقول ما في ما فيها سمبوسه حسب العوايد والسلوك ما في احنا ما سوينا برمضان ما في حياه رفاهيه انا وش نسوي هنا لا توجد حياه رفاهيه رجاء صدقت صدقت يا يا شوي شوي لا 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 يلا قم دوي القهوه العيون العيون الجواهر يلا لا 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 عجز شيء يبون الجواهر افتح 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 لا لا خل خل عزيز شوي السجل لي كلمتين وانا اقول لك لا 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 ضف في كاسك ولا ادق لك شوي والله يعطي طعمه انا ما احبه ليه ما احبه الكرك الكرك والشاي يا ولد يسمي ذا شاهي يا اخي ترى شاي حليب ولد الرجال يسويه والقوري قوريه مالك شغل شوف القوري قوريه تستاهل تستاهل العود يا ابو والله انك تستاهل تستاهل يستاهلون أردف عائلة وأنت تستاهل حسين للبيت أي والله يلا سالفة أردف عائلة ما لها داعي هذا أردى شيء تفعله طيبة أردى شيء وش ما 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 لا تطري رده ولا شيء عينة الشاعر اللي يقول عينة قول قول هذه أصغر عطاياك يقول عذريب لا قول أصغر عطاياك مين بأردى عطاياك أصغر عطاياك طيب وش يقول سلطان الهاجري هو سلطان يا رجال الشمري يقول حصلت الاعتبار اصغر عطاياه اصغر عطاياه ذا اللي يسمونه النخوه النخوه وت والله ما يخليك تسولف تقدير الاجناب وتقدير الاجناب يقول يقول اصغر عطاياه ذا اللي يجز مفتاحه واكبر عطاياه قد شد وعطى بيته ها اصغر عطاياه ذا اللي يجز مفتاحه ايه واكبر عطاياه قد شد وعطى بيته الله ايش رايك فيه ذا لا شوف شوف اول كان ست حطيتها الطع ريح ريح يا بزر يا بزر ريح يا ولد ما حطيت مع الشاي اصلا يقولها فيه هذا بنت رحيل راح يبين هذا الشاعر ونبي ريح علي بس ريح ما انا انا ما ابي عندك المجاز لك بحق العازم القصيد ما ادري يجينا بالبيت الرجال السلام هو من اهل وين الحلال وجاء وجانا يقول جاء الشيخ عطى القصيد هذه اكثر مره لأنها صارت عليها خلاف القصيدة الثانية الناس يسبونها الغير لا من شمر قوم وقف لا شوي لا لا مو من شمر قوم وقف شوي لا من غير غير شمر عيال ثلاثة اللي بيجون هذا من هو؟ من هو؟ من هو؟ لا تحلم لا لا أخلص دبة بجلس فهد حمادة عبود يا أخي أنا قايل لهم حق ذاك دائما ليه دائما يجي الكوب كذا؟ ليه القهوة تحت دائما؟ خفه 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 قوري الحليب خفه عشان ترتفع القهوة شوف 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 من اليوم ابوه يدوره علمكم من ها 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 لا 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 تعال قال اعلمك لا تقول اعلمكم يلا اهرج على حماده علم علم لا 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 بهاج بهاج عزيز خط احمر عندي يا شباب يا عيال رب البيت يا خالد عبد الرحمن يا بهاج بهاج تنبيه تودي شبيبك تنبيه يا شباب القهوه معي لنا هوا عزيز اجيب قهوه ما ادري وين شتوها اعرفها وين انا شايفها بالقرفة شايفها بالقرفة كرك كرك يا عيال المره مليون عيده يا ولد شوي شوي خلو عزيز خلوا مجلسنا مرتب يا شباب ابشر على خير خلوا مجلسنا رجلي رجلان تفهمون ها اوه فقع راسه لا بالمستشفى لا نايف لا نايف لا لا شوي شوي عزيز لا يا ولد صلي على النبي انت بتصب انت بتصب لا يا عبد الله خلاص ابي ما يجلسنا والله انكم المشكله لو وصلت واحد الحين كلك انا انا اقول ابي كاسات صفر اللي يجيبون حقه الاعداد يعطونا حق الكرك ولا اجيب لك كاسات اثنين حلو ومع حق القهوه علب القهوه حلو واسالهم عن قهوه عزيز اللي في قرطاس عزيز يقول حلو قهوه عزيز اوكي طلع 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 لا تثير الفتره لا تثير الفتره يا شيخ يا المقوار يا غوار لا تظن ان انا والله تجي تظن اني تعذبني والله شاعر شاعر مغوار شاعر مغوار يا شيخ يا شيخ يا شيخ اجلس يا شيخ عبد الله لا عجب الحركات هذه هنا خذه خذه ثقاله اي راجع من اول انا جاي لا خلاص انا وحدي عبد الله بتجيب الاغراض وش الاغراض اللي قلت له وش والله اني نسيت والله كاسات حلو حقت الاعداد حلو مع حق الحليب حق القهوه حلو
وقهوة عزيز بس. وقهوة وش بعد؟ بس. ناقص حد. كلهم وين وين وقهوة عزيز اللي كانت. طيب شوف خوياك شوف سعود وجوز ناقص عليه شيء، شوف عادي. شوف احد ناقص عليه شيء. عزيز شوي عزيز فيك؟ نايم. انت بيضبط. نايم باقي تبي شيء؟ انا وصلت انا هميلي. وش تبغون؟ تبي جوال ايش تبغى؟ ايفون ايش؟ عطى يا ولد. ايفون 6 ايش تبغى معك اول شيء؟ تراني انا جبت قهوة من الحبر راحت. يلا عيال ها ايش بعد اجيب؟ والله راحت. اهم شيء بس ابي تويتر. تبي تويتر انت حلو، وش بعد اجيب؟ سبع شهور. عبد الله بتنفع قوم فعل حلقة عزيز ايش تبغى عزيز؟ تبي فعالية؟ فريق الدعم جهز شيء؟ لا اجيبه معي؟ لا والله امي فكتني من الجوب عشان اجي اخدم كنت وياه. لا والله العظيم خدمة من طريق شرف، خدمة من طريق شرف. خدمة من طريق شرف. روح روح. دركت الحرج. والله انا خدمة من طريق شرف والله. نذر نسيت، والله اني اتكلم جد. انا والله ما عاد اقول لك والله نسيت والله انا حلفت بالله ما يطلع انا والله ما اقول شيء. يا بيك قهوة دور القهوة يا عبود. عزيز. عزيز انا حلفت اني نسيت والله ايش الاشياء. اكواب صفر. اكواب صفر. وقهوتي. وقهوتك. وش بعد؟ شوف تبي ثياب حمادة الدفة؟ أكواب صغيرة. أكواب صغيرة. قلت أكواب صفر وأكواب صغيرة وقهوتي بس. هلا بالهميلي. سجل من زد واحد. تعال سلطان تعال بناخذنا محرم. بغيت أزود لو حاطنا في ذاك كان زدت واحد. ليه؟ وزدت. ليه؟ محرم الخبيب ما حلم طولين. محاورة مدري وش معنى. أبى العب مع سعد الشهري. الله في غرفة المطالي. إيه زين اللعبة هناك. يا مرحبا. يا مسلم قوم شوف القهوة يا مسلم. الليلة نبي محاورة يا سعد. أنت قهوة ما تقهوي. ماني جايب قهوة فيها. يا عبد الله. العودة جاي. عيال من توقعون اليوم يجي ضيف؟ أنا الحين يوم نرسل في القهوة. بتجيب لي أغراض ولا جبتها ليش؟ شوف من ناقص حيل باقي شوف توتا ايش ترى بعد اجيب لها شوف توتا لا توتا ايش ناقصها لا يا حمد توتا ايش ناقصها روح يا عبد الله دقيقون روح اجيب القهوه روح الله يهديك يا عبد الله روح اللي جاي والله انت روح وين لك عند الاعداد معك قهوة عزيز معك قهوة عزيز معك قهوة عزيز روح روح يلا روح انا لله وانا اليه راجعون يا مسلم خلنا نسوي قهوه الحلي بحلي والله العظيم ما تقهوينا يا عيال انقلع 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 تكوى على دعمية يا عيال تربول تربول عشان وحيد امي عشان يقاطع على الاف يا انا اكتشفت فيه استعطاف هنا عند سعد وحيد امي وحيد امي طلع وانا معي رجل واحده ورجل تعبانه يا ري قول الحمد لله قول الحمد لله حسبي الله ونعم الوكيل يا اخوان ارفع ايدك ارفع ايدك معي حسبي الله ونعم لا مزح شوي اكتشفت ان المجرمين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل كنا نعطف عليهم نحزن هم الديره تحت البلد يا ولد الله الله انا ابغى القهوة الاكواب الصفر وين هي؟ براس اخوك عزيز عزيز زعني فدوى عزيز عزيز يا عزيز وين موقعها؟ والله راح اجيبها والله عزيز وين موقع الاكواب الصفر؟ عند الاعداد اكواب هنا 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 عند الاعداد عند الاعداد يو اذا روح محمد عيسى اذا وصيته بعلبه مويه جابها بعد يا حبيب العين صح كم اخذت نقطه حقيقي لا لا طقه طقه اليمين كامله انا احبك خذها خذها انا احبك انا احبك ناس معبر عن حبي ما اقدر اعبر عن حبي اللي زي كذا انا احبك يا وادمي هذا شفت هذه نهايه المحبه يا ولد انا كنت يا رب انا ابغى انا ما تقهويت ما تقهوى انا بتقهوى بعد ابغى ما في قهوه كنت احن انواع طف على سعد الشهري وعبد الله الشهراني ونواف يا القهوه اي احسبهم طيب دقيقه مكويه يا القهوه درت ان الله غضب علي شفت انهم اجرم ثلاثه عندنا انت تدري يا سلطان اي بلا القهوه وين يا ابو خذ 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 عشان يسكر يوم اني شاركت ولا شاركت فنش خذي سوي قلتها قبل شوي امانه والله امانه يقول يا مرحبا يا ابو عوض بالحرف بالحرف لا 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 اسكت وعداد هلا لمزنه اشهد بالله شاعر يا ريدي ما عليك زود شاعر ما تجي الا من بعدي يا ابو عوض ولا هن السامعي انا تسمح لي لغبك لغب شاعر البحر الاحمر الاحمر نعم بحر الاحمر البحر الميت شاعر البدوان نايف شاعر الثقلين شاعر الثقلين وين هو؟ خارج ولا ما خارج؟ يا زين قصيدة ايش تبي انت؟ عقاب ايامنا عذبني اشهد بالله ان الشاعر نواف
خلو 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 عقب المعزة صرت من دون في دول يا زين حماد يا مزعلان يا ابو عقاب الله يرحم عنا يسوي الكل يا نواف نواف الله نواف سعدتك فيصل اجلس على رايق الله يرحمه لا تقول تكفى بشو راسي يا ابو هادي ابي القهوة حقك يا عاد ايش انتوا سالفه ذا حط الطبول هنا يلا ما يصير الكلام ذا اي تعال انا بقص هنا اشتري ذا بقصة اللي قلته ذاك اليوم بس خلاص خلنا شوي ما كملنا ما بشيل يلا حب الشيخ اللي بعد صليته نبي قصه يا حماد والله ما في قصه مؤثره ولا هدف معين هو عطى القصه بروح اجيب كتابك يا عزيز يقول لك في واحد لا 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 على طاري الكتاب على طاري الكتاب عينت كتبي اباها يا اخي لا تقول جهز النبيري من البارح ولد شوف بلا واحد مميز يبغى يطعم صم واحد دقيقة عزيز هذا واحد عاقف والدي اعرف معرفة شخصية عاقف والدي جات امه تدعو عمر السلامة قالت ابغاك توديني المستشفى قالت معي جاء قال لها عندي تمرين من ذا الكلام امه انغبنت وكذا ما دعت عليه بس من الغبن والله اني جيت سمعتها يا فراح الرجل قلت سمعتها فراح يطعو عمر السلامة الرجل هذا وامه عاقدة عليه اشرب اشرب والله ندك مثل اللي كنا تبغي الامه تحقق ايش عرفك انت يا سعد يقول قصه انا اسوي حلي بس تسولف علي سولف معي طيب الصوت كده الزبده امه حقدت عليه ضمت الكلمه يوم غدا راح الرجل لعب تمرين جاء مغرب قالت عليك خلاص من التمرين ودني قال والله ما وديكم فلق اخته كذا عوجه من القخطه فضرب اخته كف كذا اي طلق طاح الرجال قالت فعود حب حب ضرب اخته ضاع طول عمر السلام من ذا الكلام قالت لا تكفى قالت صبر ويني ايه الصفر كبار شباب السالفه بيض على وجهك عبد الله ما قصرت السالفه انغصت ما قصرت يا ابو عابد مع مع الله داري اخدمك وروح العدو يوم تسحب عبد الله عبد الله على البيت لا تقول لا تقول وش سالفتك طيب في حاجه بقول طيب وش امامتي ليه لبيه الهميد الله المحترم فرق سلطان اسمع السالفه سلطان خلاص انا هيتها ها ضربته الزبده الطم اخته صغيرة فعود اختها زي ما تقول ضامها راسها فعود الرجل جاء ثاني بضمير راض اختها وراض من ذا كلام فخذ اختها طول عمر السلامة راح البقالة يبي يشتري اغراض وكذا ويبي يجيب زاد سكر البيت فقال من الهندية عندك سكر؟ قال لا قال الله يشفيك اخرتها هذه حق الموت اخرتها هذه انا دخلت الجو والله يا رجل مشعل سلام عليكم ورحمة الله دين عزاز خالد شوي الاكبر منك عطى خالد يا ولد انت مين؟ اوه حمد حمد بس لا تكتلي لا تكتلي بس ما اشرب واجد تكون سلطون تكون سلطون يا هات فوكس رجلي رجلي مفكتني دخلت جو اخر شيء يقول لي سكر ما فيه اقبض رجولك كن اقبض رجولي يشهد علي يوم الله مديت يدي يا كن عاد طيب اعطيك ترك اسعار واحد لو ينفلت منيتك فوق سعد تبي اي نفد رجلك حماد دوبك على عبد الله عشان لا اقوم عليك الله يرحم والديك شفت لي اعطيك خلاص هو صار مني واقف تشوفه الحين انت وش بلاكم متحاشرين كلكم نمر على قطعه سكر سلام من اول الحاره وجالس تعرف اللي يقرا النكت من جوجل هذا الله يحبك هذا اللي يقرا نكت من كتاب كريم مكتبه الامه احبك عزيز موت فيك يا حبيبي عزيز انت سامج عزيز كلنا نحب عزيز والله عزيز. بس علمني سامج وش في ليه ايوه جاهم بلاهم الحين جاهم انا عشان شفت بقمي قفت علينا والله والله انا بروح اكل لي بيض زحن يا اخي صح انا ما عدناه ساكن معهم بيض يعني انقلص نسيته والله نزيده قالوا والله انت جينا قلت امشي امشي سلطان اذا بتروح يوم ماني برايح الله يلا يلا بيجي حمد انا مسوي متصور حمد وعبد الله المعذره لبيه لا بنساء بس يمكن احس ان صوتي مزعج ازعجكم فبطلع والله لا والله صوتك زين يا ابو انا وش اعطيك اغنيه خلنا استغل الفرصه اعطيك اغنيه كبك لا يفوتك والله ما ليبي والله اني وازن سكره والله والله ما ليبي انا ما اكل حلاوه لا يدي 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 والله يدي يدي والله يدي والله نايف ايش بالك روح العده رحت له ما اروح ايش بالك تسرق العوني ها ما عليك زود يا ابو مدعس يمكن جار رجال جارك تحيا
ولا رحنا مخالف شوف كل متى يلا نايف ايه لا تحدد الوقت لين نشوف مليت سكر زيد افضل وقت قبل الصلاه قبل الصلاه كذا بنص ساعه دسيته صح ترى هالحين مناسب في شبوره خلينا خليني اروح ايه لا 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 بس بس اسمع خلها بعد لحظه لقاء احلى يكون اسلم الحين الجميع صح انتوا مش سؤالكم انا لحظه لقاء يكون لحظه لقاء ولا الحين خاطري لا غابت ما توقعوا والليل انا توقع واحد انا ضايق من الرياض والله انت تجي اما صادق اي والله العظيم انا سمعت انا يا عبد الله ان الشاعر الكبير ابن جدلان ليه توتر انه كان طالع رحله ما كان شاعر الرجال انه كان طالع رحله وجاه مثل ما تقول جنيه وخيرته تبي تكون اغنى واحد في العالم ولا تبي تكون شاعر السؤال مو فينا السؤال هل في صدق جني يجيك ينشدك يقول يعني يخيرك هل ولا مقوله انه اطلع الجبل ده يا تنزل مجنون او تنزل شاعر الجني ما يخدمك الا انه انت خادم ما يجيك شيء يعطيك عرض بلا حلو اي لا ثاني شيء القصه هذه احط 100% انها خاطئه وغير صحيحه طيب سالفه اللي يطلع فوق وينزل الجبل مثلا فيه ضور معروف لا بحصل منها شيء عندنا في الجنوب يقول تطلع يا تنزل شاعر يا مجنون في جبل انا قد سمعت شفت عيد اللي يتكلم عنه في برنامج على خط العرب لكن انا بقول لك شيء شو اسمه اللي فيه النماص شو اسمه؟ سويد في سواد انا سمعت مثل ذا الكلام قد تكلمنا مبطي مع شيخ عن الجن وان واحد يقول خاوي الجن يجيك العلم طيب قال نهايتها سيئة جدا يعني الشخص هذا بينحرف دينه بيتغير بيصير يجبره الجني انه ينفذ اوامره يصير تحت خليف من عمل السحر ويروح يعني مثلا انا خدمت جني مو بيراتي كذا فجأة خدمته وجا هو وجاني على هيئة شيء وقاعد يقول اطلب لي تبغى طيب انا طلبت وتحقق الشيء ذا عندي هل الموقف ذي صدق ولا خيال؟ في ناس والله ممكن يصير عبد الله صدق كل شيء فعل تسويه يخدمونه يقول يوم جاهك الزمان بكل مشاعر يوم جاهك الزمان يقول واحد يقول طالع عن حلالي يقول يوم رحت يوم عينت رجاني الورع يصيح تكفى يا فلان الذيب وراي يقول افتك من الذيب المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه يقول يوم وركبه معي في السياره يقول يوم عينت فلادمي لعيونه الولد شاتله ايه عيون شاتله انت بكم تشنت؟ قال معي قصوره قد شنت يا قصوره قال انا من الجن يا ما رحمها ما رسمعني ها انت واحد انخرش انت جملتني ها وافتكيتني افتكيتني من الذيب ومالكني معروف هالحين لا احتجتني ولا استكت واحتكت قل يا قصوره صح علي قل يا قصوره حيذاك العين المهم نسى الرجال يوم جاهك اليوم روح له المطعم ها يوم راح المطعم تسنى تلابش هو اليمانية اللي في المطعم هم يقومون على حول 10 ريجي هو كم خونه هو يصيح يا سوره يا عصابة راسي يقول يوم اخذ شوي لقدور يوم قام ارتع عاد في المطعم حذف اقدور جاتك مني وسار حو هو يرثى رجيت الطاير وقدور الطاير كامله بكبستها كامله البرياني لا كان مطعم مضغوط كله مضغوط اقدور نعم اسمعني ممكن فيه يوم جو للرجال 10 متسدحين هو الحال يا الشرطه وينادوا الشرطه وينادوا الشرطه يوم نادوا الشرطه قالوا هذا العصابه هذا العصابه اللي معك وين هم طلعهم قال يا قسوره خليه يجي عند الضابط لا ما صدقوا لا ما صدقوا هالرجال لا واحد منهم تن هشوة واحد من العشرة هاي نادونه قال ولد السالفة ويش قال والله ما غير علان الحال هالرجال حنا جتنا قدور والكراسي من يمين ويسار ما ندري عنه قال خلاص اطلع قال اطلع وهو يدخل الرجال يمسكه الضابط قال ولد انت في السالفة قال ولد انا سالفتي كذا 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 طيب يصير في اي لحظة يناديها بيجي قال قصورة واقدر اناديه في اي وقت قال ومن اخر شهر الضابط وهو اللي وقع التنازل يا رجل هذا انا بقول لكم طراها عاد قصوره هذا مفلم يلعب كرتيه وساق امها عليهم انا اعرف واحد من العيال اللي قلت توظفت في كبينه ايام الكوباين معي تعرفون الكوباين اللي لها بيبان حقت الهاتف قديمه يقول عندي عجره مش عارف اي يقول عندي عجره في روسها مسامير يقول حاطه العرايش تحت المكتب معي كرسي دوار وقزازه يقول يوم جاي ذاك يوم لا فلبيني يكلم عندي لا 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 يقول احنا لما نقفل
في الكابينة هو موظف حق الحساب وذا تجي تحاسب يقول روح ادخل كابينة 7 لك ساعة اتكلم عرفت حرك يقول قام الفلبيني طالب وقام يزود وقام يصيح يقول لهم ضقت احنا بنقفل العصر يقول طلعوا اللي عندي في الكابينة كله يقول له يوم خلص لذاك الفلبيني القصير يقول يوم جاء يقول يوم جاني على الفتحة ذي معي نواف اي معك والله يقول يوم جاني على الفتحة ذي الفلبيني يقول أنا أخوش عليه يقول سبيت يا أبوك أنت متأخر لا يقول أعطيه الكلام يقول يسوي كذا يقول بس كذا يقول هي يرجدني يقوم رجدني والكرسي حق الدوار يطق لأني ضارب الجدار مختم الكرتين إيه يقوم ضربت الجدار عينت فيه يقول هو قصير يقول أنا بطلع أطقه يقول تأخذ العجلة قلت لا مغرب أذبح أخذ العجلة يقول أنا أظهر له بدون العجلة يقول اجيها عادي يقول ينحاش تعال يا الذروق يا رخمه يقول عادي 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 يقول حط رجله في الجدار اللي قدامي ويدور له يقول يعطيني بالكعب طق لاني في كابينه 7 قدي احو اي عرفت باب الكابينه اللي ينفتح ينسك من نفسه ذا صك سكر عليه يقول لاني وسط الكابينه يقول يا ولد العلم وش هو يقول الضرب هذني تعقبون اخو فلان يقول اشم ليه يقول افتح الباب اللي هو قدامي يقول الرجال قدامي على ضربه هلولة يقول وين اجيه حي والله راسي يقول افتح الباب يقول اتعز اخ فلان يقوم جيتي عدي يقول ثبت رجله ويطير الثانيه كبينة كبينة 7 تعقب وانا ولد ابوي هم لحنا بكبينة 7 من اليوم يقول انا اشد عمري اي يقول انا اشد عمري وانا يقول افتح الباب ابوك قلت ما بقرب منه يقول يقوم يشير لي قلت لا تعال انت يقول يشير لي لا يقول انا بهيجيني بسوي حركته يقول يا طمر يثبت يدينه في الارض يقول ينقز برجلينه يقول امسكها يقول يضربني منه لاني في كابينه 7 ددي يقول الحين استسلمت يقول انا هذا الحين الزم الباب قلت روح برا اطلع برا قال لا اطلع انت قلت والله ما عاد بطقك واني لاذبح قال يقول افتح الباب اي يقول افتح الباب علي قلت لا يوم مدير خلاص قال كلام زياده قلت ما في كلام زياده انتبه بعدين انا يطق انت يقول اجي اسامحك يقول انا طالع وني في كابينه 7 لين ركب سيارتي فالكرتين مجنون هذا هذا واحد من العيال هي ما لها دخل في موضوع الرجال هذا بس ذكرت من المواقف المضحكه يا عيال واحد من العيال جاي من الديره اول ما توظف في شركه بن لادن حلو معه خويه سبيعي هو سبيعي رجل حق اهل مزوح انت معي رفيجي هذا المهم ويجي هاك اليوم يقول له جاي يسبيعي عادي علمونا عليه يقول له جاي يسبيعي عادي قال يا ولد قال جاي من الديره قراطيسه قال انا صدمت قبيل قال وقبيل ما يعرف الشركه تعرفوا هذا هذه يا صاحبه طراها الجن على قولت عبد الله يخدمونك ما يخدمونك في واحد عندنا في الديره في بقيق اي والله تابع له مقاطع اسمع يا نواف تابع له مقاطع اللي يلعبون يتزورون قال انا لازم العب واتزور بيسوي زيهم الزار اللي هي الجرمه ايه هذه اللي ايوه راح وبحث يا طويل العمر تسلم ابى نخشها لك الحين ومن قال يسلم طال عمرك يوم راح يتبحث عنك ويدق له على واحد مشعوذ قال انا ابغى جن ومدري ايش مدري ويش بدايه الامر احنا طال عمرك اول شيء شفناه قعد له حول شهر انعزل عنا تماما ايه هو اللي سالفه يعني معرفه شخصيه ايه 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 طبعا هذا كيف عرفنا سوالفه علمنا اياها عقب ما فكها الله سالفته طال عمرك لقيناه يطلع من المقبره يركض تخبط ويطيح ويشلونه يودونه عند شيخ ويقرا عليه عقب ما طلع طبعا تطوعه سالناه وش كنت تسوي قال اي فعل الحين الجن تبغى خدمه منهم ما يعطيك اياها بالساهه لازم تسوي له خدمه ايوه يقول والله العظيم اني اروح كل بعد عشاء اروح اشتري خبز من المخبز يروح طال عمرك يقدمه في الحمام وياخذ قران ويقرا في اي والله العظيم ياخذ قران ويقرا في دوره المياه الله يعزك هذول هذول الناس الكفار اللي يصيرهم جهنم ويسجد ايه ها شباب الخبز مجنون لهم خدمات كثيره يسويها عشان ينفعونه فيها عرفت هو كله سحر ودجل يقول اوصلت لدرجه ان الرجال يسجد في الحمام اي والله العظيم يسجد في الحمام علشان يعينونه يشوف يعني يعطونه طلب بسيط يذبحونه ويذبحون عياله هذا صح على طريق يا سلام على طريق الجن في منهم الجن المسلمين والجن الكفار اللي يظلمونك هذه قصه قديمه سمعتها انا ما ادري عن صدقها الا صدق تذكرت الحين
عشان ما اسلم. هذا واحد يقول رايح من الديره الفلانيه للديره الفلانيه بموتري، يقول انا قدامي رجال يتخبط على في الطريق، وقف 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 تكفى ما ادري ايش. يقول وقفت، يقول ركب معي على طول، ما سلم، ركب معي على طول. اظنك عرفتها، قلتها لك فوق. اي قلت اسلم. اي يقول ركب معي على طول، ما سلم ولا قال شيء، قال هو في وجهي، قال انا في وجهك، قال دخلت. بس قال انا قال على طول، قال انا من الجن المسلمين، وتكفى عن اللي قدامه نذيب، الا يناظر قدامه اللذيب، عيونها لونها حمراء. حمر ذيب سهران. ها لا عيون ذيب، لا عيون ذيب. قالوا كاد، قال انا من الجن، تكفى انا في وجهك وفي ذمتك، كان عندي يوم ما ادري وش. قال دخلت، هو يقوم يتعدى الذيب، والذيب ينظر فيهم جدا مشى. قال ها، بعد ما تعدوا من الذيب وفتره وجيزه وقف، قال وقفني يا بنزل هنا. المهم انهم وقف، وقال اسمع، وين ما كنت، وين ما رحت، في اي زمان، نادي باسمي ثلاث مرات، نادي بس باسمي، والله لا لبي لك النداء. اي والله اني كذبت عيال، معليش اسلم. قال ما قال اني انا من الجن. ها حاسب ان الرجال اللي في ذلك قال اي هو، لا مو ابو نحير، ابو نحير قصه ثانيه. اسلم. قالوا كاد يقول ان انا شرحت على الرجال وقلت ابد اللي تشوفه. المهم مرت الايام ومرت السنين، يقول مره من المرات دخلت مطعم بخاري، يتعشى. قالوا كاد انه قام يتلاقط هو الكاشير حق، هو افغاني مخضني مدري باكستاني مدري يمني يمني. لا مو بيمني، مو على كيف. ايه ما احلى قصه حماسيه. ها قالوا كاد، قالوا كاد يا الربع، يقول تلاقط هو الباكستاني، ما له اسم الجن، قشوره اتوقع، قشوره والله اني نسيت اسمها، نساه. ها ايش نروح. قالوا كاد يا الربع، ما لكم بالطويله، قالوا من تلاقط هو الباكستاني، انت مدري ايش، انت لا انت. المهم انه صار فيها لمس، ابوك انت حيوان قلب، انت قلب كذا. قالوا كاد، قالوا كاد هو يقوم يطش الكف، هذا الباكستاني قام ويمشي يستلم ذا السعودي، الظاهر انه ما ادري، ما هو بالسعودي. اسلم. قالوا الشخص هذا، ويقومون وحولهم ثمانيه في المطعم، ويقوم يكلمهم على الباكستاني هذا، على على الشخص هذا اللي ايه اي هو ما طلع عليه الا ذاك، ما كلهم يمنيه شيء ولا مدنيه، اكيد مدنيه، مو على كيف، مو انا شغال في الجوازات انا يا الغالي، احط كل واحد، ما دخل بعد، ما اي ما له دخل. اي الو كاد، اي هذا هو، اي الو كاد، هو يطلع عليه اللي ركب معه في السياره، وقال نادني ثلاث مرات وبجيك وين ما كنت. المهم يقول وانا يضربون يجي كذا، يقول قلت يا فلان، يقول بلمحه بصر يا ريجي، الناس يطيرون من يمين ومن يسار. ها قدور ويقدور، وشو قدور؟ لا الناس الناس يا رجال، الناس يا ربي يدقون على الشرطه يا ربي. انت قلتها لك فوق بعد، تعرف ايش بيصير؟ قالوا كاد يا اخوان، ويتطايرون الرجال، يقول والله اني اشوفهم يتطايرون من يمين ومن يسار. المهم ان هذا الوضع، وجت الشرطه، يقول المحقق انا داعي ربي، الحمد لله جت الشرطه تنقذك. بالله خلي كمل، احط بهارات، ايه خلي يذبح الشرطي، زوم دراع اصمد على دخل الشرطي، والله نتحمس معك، بس غير الجنسيه والله يا هذا والله ما حفظت، ادروني يا شباب، عندنا سؤال، ادروني تبون يكمل الحين؟ لا تخاطر، انا بعطي معلومه، ما هي بسالفه معلومه، اعطي معلومه، ما تدرون ان ابليس كان من الجن، كان جني طبيعي، جني صار ملك، ما كان مقرب من الله سبحانه وتعالى ولا كان شيء الا لكثرة سجوده اطلق عليه اسم العبد السجاد. متاكد من المعلومه هذه؟ رفعه مع الملائكه، ابليس كان جن، رافع الله وهو صغير، بس انه مخلوق، مخلوق من الجن، مخلوق على طاري الخطوط، طراها نايف والله نعم، عشان يشارك او يقول واحد يشرب خط سرتري. ايه اسلم، هذا واحد ماسك الخط، ها ويبي يجمع المغرب مع العشاء، اليوم انه جاء وقت العشاء يبي يصلي المغرب والعشاء. حلو. يوم انه ظلم الليل وماسك الخط وماشي. هم يستكنون على السوالف هذه. لا لا ما هي ان شاء الله. يعني بيقاطع. انا هو يمشي ويلقى ويصوت جنب الخط ويلقى لها كلب لكه. لابس. هو يجلس عليه بيوضي.
عشان اصله يوسف ما يوضي ما درى ولا شيء انغزه مع الرجل من تحت ايش يقول هالشكل طالع ولا ظلام ما يشوف شيء هو يروح يجيب كشاف ويكشف ويطالع ولكن الورع اللي يقول ويديه ها وما له صوت صغيرون القايه الجني للورع صغير رضيع رضيع يشوف هاك الرضيع اللي يحرك يديه كذا ولا في لا صوت ولا حاجه ولا عنده احد يا ولد عند البلك هذه هو يرفع يطالع فيه يا ولد بغى يكلم ولا مو جوا انا وياه يودي السيارة ويقطر فمه ما اخر شيء يقول ويبكي هو يدق على من الطرق ساب واحد ثلاثة قال وين محلك قال انا جاي هو يروح هو ينزل الورع هناك قال وين لقيته قال في المحل الفلاني قال ودنا للمحل يوم راح للمحل يدور بلكه ويلقى هاك بلكه ويلقى جرة الورع كان يزحف حلو ويلحق يلحق يلحق الجره يلحق الجره لين لقاها كالموتر العائله المنقلب يا الله واللي ما حد انتبه لهم نهائيا بنص البر يا وجه الله شوف الله شلون ساق لهم حياه من هالورع اللي جاء لين قرب عند الخط وكتب لهم حياه ترى معلومه الجن ما يجي لها جره ما له جره الجني ما له لا بغيت تعرف الجني كان جاك شخص ولا شيء وراح اخذ بالجره قال له جره ترى انا قلت له ترى ما واحد يقلب ما له علاقه بالجن من الخرافات سالفتين يقول واحد ركب له جني خط ادمي يقوم ركب له وليد ابو 15 سنه يقوم ركب معه وخذ شوي يقول دار انه هاب طبيعي يوم يعاني في رجلين يقول له هي مغر رجل نصين يقول إيه؟ يقول له العلوم صلح قاعد انا بلشت انا مش عاد اسوي خط 400 كيلو ايه طيب هو جنبه ما انت مسفوف بجيك دقيقه ايه اسمع يقوم خذ شوي قال يا ولد انا بلشت بالجني ذا انت وين تبى قال معه يقوم قاعد شوي يوقف عطيه دله يقول يوقف بالموتر يقول قال يا ولد حنا تعطلنا هو يبي ينزل جني قال طيب والحل قال حل دف السياره لعلنا ننتع هو قال طيب هو يدفها يقوم دفها اي يقوم دفها هو يتلها يقول يمشي ويمشي يقوم وصل 200 لا اسمع ايه يقوم وصل 200 انحاش عن الجن اللي خابر يدف تلها هو يتلها يقوم صفى 200 يقول ذاك يطق القزاز يقول هو يدف اشتغلت السياره ولا انت